فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا
ويصنع الفلك وكلما فسوف تعلمون من وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
إلا من رحم وحال
الموج فكان من المغرقين وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن أهلي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
فنادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم.
وهكذا يا اخوه الايمان والاسلام استمعنا من ايات الله البينات. تلا علينا فضيله القارئ الشيخ يحيى زكي القارئ بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بسديس. الاذاعه الصوتيه والانوار الكهربائيه اداره المهندس عاطف عوكا والمقيم باليوب البلد. مخازن فرشة الكبرى قصر الضيافه المتنقل في جميع انحاء الجمهوريه اداره اولاد ديان والمقيمين باليوب البلد. وعلى تصوير الحفلات الدينية قناة المهندس أحمد الجعبري. شكر الله سعيكم جميعا.